أبدت منظمة التجارة العالمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضد مجموعة بث قطرية في إطار حماية الأمن القومي للبلاد، وخلص فريق تحكيم المنازعات في المنظمة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لها ما يبررها في إطار حماية المصالح الأمنية السياسية. قطع العلاقات مع دولة قطر من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الخيار الأوحد المتبقي لدى هذه الدول لحماية أمنها القومي، كما وتعد الأزمة القطرية حالة دولية طارية تستوجب اتخاذ قرارات سيادية من قبل التحالف الرباعي. حاول النظام القطري عبر مندوبيه في المنظمات الدولية مرارا إبطال صحة تلك القرارات السيادية، إلا أن الفشل كان حليفه في كل مرة، وكان آخرها من منظمة التجارة العالمية، حيث أصدر فريق التحكيم التابع لها حكما بأن إجراءات المملكة العربية السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية بموجب قواعد المنظمة، ولم يجد دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي المملكة. وبحسب بيان الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، أكد أن فريق التحكيم خلص بأن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. وذكر البيان أن فريق التحكيم وجد أن إجراءات المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية، وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر. وبحسب البيان، أسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية. وأردف البيان أنه على الرغم من أن عددا من الادعاءات القطرية تتعلق بقرصنة حقوق البث، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أي من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الفريق الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث.